والكلام ده والذي لا رب سواه ما نخليه أبدا لأنه ده الحق. ربنا قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وأنا ما بناقشك أنت، أنت زول درويش تابع للشيخ، أنا بناقش أبهاتك الشيوخ القاعدين يجروا مننا في أي قرية من قرى السودان. آخرة آخرة يوم الجمعة الفاتة دي واحد اسمه أحمد داود تجاني في مدينة جلقني، لو في ناس هنا من قبائل الهوسة والفلاتة والبرنو يعرفوا مدينة جلقني، مشينا له من هنا أجرنا اثنين بوكس طفشنا من هنا مشينا، قال داير مناظرة، أول ما داير نتحرك قال أنا عندي حصبة، شلنا له اثنين درب اثنين درب من الصيدلية، قلنا له واحد لك واحد للحوار، عرفت كلامي؟ داير نطعن لك في اذنينك في اي اتجاه، نحن جاهزين عشان تبقى كويس عشان تناظر. مشينا وصلنا هناك، قام ناس الامن صدقوا، ناس الشرطه صدقوا، قام ضرب للشؤون الدينيه قال لهم والله انا ما جاهز، انا شنو؟ ما جاهز. خلاص؟ ولو قلت لهم ما جاهز قال لك جماعه ديل بيضحكوا فوقي. الحقوهم. بعد شويه ضربوا قالوا يا اخي المناظره وارجعوا لنا، لغوا المناظره. مشينا الخميس بالليل والمناظره الجمعه 9 صباحا، بيتنا من بالليل الصباح في السوق. عرفت كلامي؟ رسل لنا شوفوا عقال بيفلقوا، المهم تكافينا شرهم ومشينا عملنا محاضره في قريه ثانيه، ردمنا وردم ثقيل. فنحن بفضل الله ما بفضلنا نحن، احنا ما عندنا حاجه، لكن ما نحمله من القران والسنه هو القوي. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. البرهي قال شنو؟ قال فالذكر ده في كتاب رياض الجنة، أنت لو عاقل لو عندك مخ بتقعد تسمع كلامنا ده، إذا كعب بتدي البحر ولا ما كده يا جماعة؟ إذا كويس بيشيله معاك في طرفك، صح ولا ما صح؟ صح ولا ما صح؟ لكن ما بيجوط. وأكبر دليل على أن الصوفية ده ما عندهم حاجة وناس مبتدعة الجوط اللي بيسووها دي، نحن بنتحدى اي زول صوفي على وجه الارض في السودان في اليابان في الشكنيبة في الزريبة في اي منطقة من مناطق الكرة الارضية ولا في الكوكب المريخ، ليه منغاش ومناظرة؟ لكن ما بنكورك ونعمل جلبة وسخنا خلا جيبوا الفتة وكوراك من برا، ده ما بحلك. وده كان زمان، الناس الان الناس بقت واعية، ناس كثيرة جدا الحمد لله، او دي شوف الجمهور ده ما شاء الله، ناس بقت واعية وفاهمة. عرفت كلامي؟ الزول بيسمع وبيوزن الكلام، وبعد ذاك المثل بيقول صاحب العقل شنو يا جماعة؟ يا ميس. لكن انت يا صوفي واحد يا كافي البلكة زي الكلمة الشاذة، داير الناس دي كلها ما يسمعوا بس يسمعوا كلامك، ودار تشاكل ورافع يدينك ومكفكف، يا اخي هي مصارعة يا اخي. نحن بنقول كلام شيخك من الكتاب، انت بعد ذاك الزول العاقل بيشيله، او لو كلامنا غلط بيضرب بالحيطة يا اخي، ولا ما كده يا جماعة؟ ايوه. نرجع للبرهي في كتاب ديوان رياض الجنه ونور الدجنه، قال فالذكر، دي قصيده بيتكلم عن الذكر، قال فالذكر عنوان الولايه انه حقا يكون به المريد وليا، يهب الغلام يطير في جو السماء يمشي على البحر الخضم سويا، وكذاك يبره اكمها مع أبرص وبخطوة يطوي المهام تطيا، وأيضا يخاطبه الجماد ومن يكو في حجر المرضعات صبيا. كلام البرعي الله يشوفه ولي ولا ما ولي. قال لمرة واحد البرعي قال الأولياء حقنا الصوفية، والصوفية ما فيهم ولا واحد ولي لله، الله كلهم أولياء شياطين. إن يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فالشياطين بإذن الله، فالشياطين عندهم شنو يا جماعة؟ عندهم أولياء. البرعي قال شنو؟ نقيف معه. البرعي قال شنو؟ قال الولي الشيخ بتاع الصوفية قال أول حاجة يهب الغلام، يعني المرء العاقر الما بتلدي، البرعي قال لك نحن بنديك الجنة. عشان كده في ناس كتار، الواحد عرس على أول شهر يقول له ما بقيت اثنين، بعد ستة شهور ما بقيت اثنين، بعد سنة سنتين يعقدوا. أهل حال شنو؟ وديها للشيخ، طبعا ضارب دخن ومرطب، يمشي يودي مرته للشيخ ويقول لك ده بيديني الجنه، ده كفر شرك. لانه ربنا قال لله ملك السماوات
والأرض يخلق ما يشاء. ده كلام الله أسمعه أنت. يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ده منو يا جماعة؟ ده الله. البرعي قال ما الله، قال شيوخ الصوفية يهب الغلام واحد، وده كفر بالله، ده كفر بالله، لأنه ادعى أمر من الربوبية التي لا تنبغي أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ده واحد. ثم يقول البرعي يهب الغلام يطير في جو السماء، قال شيخ الصوفية بيطير فوق، ومن الله خلقنا، من الله خلقنا، ما شفنا لنا شيخ صوفية طاير فوق. لكن الإمام الشافعي حسم المسألة، قال لو رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تروا اتباعه للكتاب والسنة. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.